المتوسط وسهل تادلة تقع عين أسردون التي يتوافد عليها السياح لكونها تجمع بين سحر الطبيعة وعرقة التاريخ. دخل هذا الموقع ضمن قائمة التراث الوطني عام 1947 بشلالاته التي يتجاوز ارتفاعها المترين وحدائقها التاريخية ذات التصميم الأندلسي المحاطة ببساتين تضم مختلف أنواع الأشجار. يرى بعض الباحثين في تاريخ المنطقة أن عين أسردون كلمة مركبة من كلمتين، واحدة عربية وأخرى أمازيغية، وكلمة أسردون تعني البغلة باللغة الأمازيغية في إشارة إلى معرية. غير بعيد عن العين توجد واحدة من أقدم القلاع في المدينة، قصر عين أسردون. تقول الرواية المتداولة إنها بنيت على يد قبائل بني ملال في فترة تاريخية قديمة وعلى مكان مرتفع لحراسة وتأمين المجرى المائي وتأمين المارة والزوار الراغبين في دخول بني ملال. وكان الصراع على الماء بين سكان قبائل بني ملال العربية بالسهل وبعض مكونات قبيلة أي تشخمان الأمازيغية سبباً في إنشاء هذا الصرح المعماري العريق ذي الحمولة التاريخية والثقافية المتميزة. وخضعت قصبة عين أسردون لعملية ترميم كان آخرها العام 2008، وتراهن الجهات المختصة على الحفاظ عليها والتعريف بها. Thank you.